عرفنا طبعا لا يا بابا، انت نتيجتك طلعت وجيت 51%، مش كده؟ بابا بصراحة خبيت عليا ليه؟ خايف اللي هتعمله أو ممكن يحصل، مع إن حضرتك النجاح. النجاح مش بالمجموع نهائي. أيوه أهو، حضرتك عباقرة كتير. وعباقرة كتير فشلوا في دراستهم عادي. بالظبط. ومحدش بيشتغل بشهادته، دي موضة بطلت من زمان. بابا بجد أنا ارتحت، لكن طمني لو سمحت إنك مش زعلان. تعال ورايا. أنا ابني جاب 51، مش بالشهادة اللي مش عاجبه في 60. أنا ابني جاب 51، فرق شربات ساعة قمر الدين. ها ده ابنه جاب 51، مش بالشهادة اللي مش عاجبه في 60. ده ابنه جاب 51، فرق شربات ساعة قمر الدين. ده ابنه جاب 51، مش بالشهادة اللي مش عاجبه في 60. ده ابنه جاب 51، فرق شربات ساعة قمر الدين. ده انا اللي بموت فيك يا ابني. ابنه جاب 51.